هاخدكم بقى ليه وزارة التضامن، وأنا بحب قوي وزارة التضامن، بتعمل يعني حاجات كتير منها فيلم مصري، فيلم بعنوان أبواب مكة. الفيلم ده أنتجته الحقيقة وزارة التضامن الاجتماعي في مهرجان سينمائي، والمهرجان يعني موجود في أسبانيا، وطبعا هذا المهرجان في مدريد في أسبانيا. والفيلم بيتناول يعني إيه أول رائدة ريفية في مصر استطاعت أن تصبح أيقونة، يعني بقت ست مهمة جدا في أسوان في مجال العمل الاجتماعي. فبنشوف قد إيه يعني إيه السبب وليه يعني هذا الفيلم حصد جائزة أفضل فيلم بشكل عام، وده كان في مهرجان سينيلفيا بباكستان. فطبعا خلينا نشوف كده معاكم، يعني دي يمكن صور كده من المهرجان، وطبعا الفيلم قائم على هذه السيدة الأسوانية وإزاي هي بقت هي يعني مسار للحديث في العمل الاجتماعي في أسوان. خليني كده أعرف مزيد من التفاصيل عن يعني هذا المهرجان وعن الجوائز اللي بيدخل فيها المهرجان. وبصوا الطبيعة الجميلة إزاي، يعني أسوان بديعة. خلينا يعني نكمل التفاصيل مع المخرج مهند دياب. مساء الخير. مساء النور. يعني عايزة أعرف كده أولا أحييك على هذا الفيلم، واضح أنه الفيلم يعني أخذ جوائز كتير والفيلم حصد اهتمام كبير. كلمنا على الفيلم وليه اخترت تحديدا مع وزارة التضامن اختاروا هذه السيدة تحديدا؟ احنا بنشرف في وزارة التضامن الاجتماعي ان احنا عندنا مكتبة فيلمية وصلت لأكثر من 78 فيلم خلال عملي كمستشار للتوثيق المرئي في الوزارة، واحنا نعتبر الوزارة المصرية الوحيدة اللي فيها هذا المكون، وقدرنا من خلال المكون ده نطلع افلام بتحكي واقع التنمية في مصر في عصرنا الحديث، وبترجم كل برامجنا التنموية لافلام قصيرة، ومنها فيلم ابواب مكة اللي بيحكي عن دور مهم جدا لدور الرائدة الريفية. تمام. ويمكن الحاجة مكة هي اول رائدة ريفية واقدم رائدة ريفية موجودة في مصر في فترة السبعينات، لما تعمل أول مشروع لرائدات الريفيات وهي التحقت به، وتعتبر هي الأم الروحية للرائدات الريفيات على مستوى الجمهورية. فبنشوف من خلال الفيلم، هو بيبقى زي بورتريه، احنا بنرسم به شخصية الحاجة مكة، بنشوف قصة الصعود اللي وصلت بيها للآخر، إن هي عينت بقرار من رئيس الجمهورية عضو في المجلس القومي للمرأة حاليا. وبنشوف من الفيلم مقتطفات من حياتها، تاريخها، الحاجات اللي هي قدمتها والأبواب اللي طرقتها في مجال طرق الأبواب وعملها كرائدة ريفية، وأبواب الخير اللي فتحتها لكثير من السيدات المصريات إن هم يحصلوا على حقوقهم البسيطة، في إن هم يطلعوا زي بطاقة أو يوثقوا شهادات زواج أو ميلاد، أو إن هي توجههم للوحدة الصحية. فبنشوف الأبواب الخير اللي اتفتحت للناس على إيد الحاجة مكة، وبننسج بقى الشخصية دي في شكل فيلم تسجيل الحمد لله قدر إن هو يدخل العديد من المهرجانات ويحصد العديد من الجوائز. أكيد. أنا برضو عايزة أعرف يعني مشاركته طبعا الفيلم، يعني المهرجان أوفي سندك صندوق الاسباني ده، فمفروض انه يعني هذه المهرجانات بتبقى مهتمه كمان بالمحليات بتاعت الدول، وانا شايفه ان الصوره بديعه، وست مكه زي ما انت بتقول واضح ان هي عندها شخصيه مؤثره، يعني ده واضح كمان في الفيلم. فيعني هل بيحصل بقى هناك ندوات بيتكلموا معاكم، ولا هي مجرد مشاركه للفيلم؟ الفيلم تم اختياره في المسابقة الرسمية في مهرجان أوف سيني دوك، وده يعتبر مهرجان كبير جدا للأفلام التسجيلية بيقام في أسبانيا. تمام. وطبعا يعني لانشغالي حاجات في مصر هنا أنا ما قدرتش أن أنا أحضر العروض، والعرض قائم لحد يوم 26 أغسطس، ويعني أنا اكتفيت أن احنا بعتنا بس زي مشاركة فيلمية مني عن كلمة للفيلم وفريق العمل. فإن شاء الله احنا منتظرين ان شاء الله تبقى النتيجة يوم 26.
ان شاء الله يعني ويمكن بكره احنا نتيجه بكره ان شاء الله. ان شاء الله. طب كلمني عن ست مكه، يعني خلينا نقول وانتوا بتصوروها وبتعملوا فيلم هي كمان قالت لكم ايه؟ لان هي واضح ان هي كمان يعني عندها طله وعارفه هي بتقول ايه وعندها وعي، هي كمان ساعدتكم وقالت لا نعمل كذا نصور كذا، لانه ده واضح جدا من الصوره في الفيلم. هي الحاجه مكه في حد ذاتها هي كاركتر يعني، فاحنا لما بنحكي عن يعني انا نفسي كمخرج لما شخصية مسؤولة، يعني تحس ان هي شخصية مسؤولة فعلا، يعني لما حتى باجي اعمل مثلا كاركترايزيشن لشخصيه وبختار الشخصيه اللي هتصلح تكون بطل الفيلم التسجيلي، اعتقد الحاجه مكه فيها كل الصفات اللي صحيح. تؤهلها ان هي تكون البطله في الفيلم، وده اللي احنا يعني شفناه في خلال الفيلم، شفناه هي قد ايه في مجتمعها، حتى اللي احنا ممكن نعتقد ان هو مجتمع رجولي او مجتمع ممكن يكون بيهمش المرأة، بالعكس الناس بتقول في الفيلم الحاجة مكة دي جوكر مكة ايوه نمبر وان، لا طبعا، الحاجة مكة يعني دي واضح ان صفية هما زغلول. بالظبط مدينها كل الاحترام وكل التقدير. طب قول لي، هي نفسها شافت الفيلم بعد انتهائه؟ طبعا شافت الفيلم وحضرت معانا في يعني لما خد جائزة في مهرجان أسوان، جائزة ذات أثر في مهرجان أسوان، حضرت و يعني هي كمان جميله، يعني احنا لو حضرتك تشوفي يعني ما وراء الكواليس بقى في الفيلم هي كانت قد ايه شخصيه مؤثره جدا، وحتى في عروض الفيلم في المهرجان وتفاعل الجمهور معها حتى هنا في مصر، الناس كل يعني الفيلم مدته 10 دقائق، لو اقول لحضرتك ان كل مثلا دقيقه او دقيقتين الناس بتسقف للحاجه مكه طبعا، ما كنتش مبالغ يعني. ما هي لان هي شخصيه مؤثره، لانه يعني كل ما بتعمل فيلم هي شبه الناس، هي واحده من قلب الناس، فهم لامسين كل حاجه هي بتعملها، فكل حاجه هي بتعملها قريبه من المجتمع قريبه منهم، فهم هي صوره، يعني هي بتمثل المراه بشكل كبير، ودور المراه واضح هنا في الفيلم كمان ان انتوا واخدين يعني بعض المشاهد وهي بتطبخ، وده يمكن كمان يعني الحله الاسواني والطريقه، فاعتقد ان ده برضو من الحاجات اللي بتسعد الناس، يعني لان انت بتعكس حياتهم بشكل او باخر، بالذات الحياه اليوميه واهميتها. يمكن كمان حضرتك احنا ده اللي بنركز عليه في افلامنا في الوزاره، احنا مش بننقل صوره لماده فيلميه صلبه او صح ممله، بالعكس احنا بنسعى ان احنا بنقدم نماذج، وده حتى معالي الوزيره الدكتوره نبيل القباج هي بتسعى ليه، ان احنا بنرفع وعي المواطن بقضايا التضامن من خلال الفن ومن خلال السينما التسجيليه، فبنقدم صحيح. له ماده فيلميه بتحكي له قضيه مهمه جدا طب عن العمل الافلام دي الاجتماعي بيشوفوها يعني التنموي بعد كده الاداري فيه. بيشوفوها اهل، يعني اهل اسوان، يعني بعيدا بقى عن وجود فيلم في المهرجانات وده شيء مشرف، لكن هل بيشوفوا هذه الافلام؟ يعني هل تبقى موجوده في المحافظه؟ هل بتبقى موجوده مثلا في اماكن القصر الثقافه في اسوان؟ يعني برضو مهم جدا يكون في تاثير انه هذه الافلام يشوفها يعني اهل المدن، يعني فتبقى برضو حاله كده لطيفه جدا وفيها تحفيز كبير. يعني احنا بنسعى طبعا من خلال ده ان الافلام اللي مش متاحه في مهرجانات حاليا بتبقى متاحه على صفحه الوزاره تمام، وقائمه الافلام بتاعتها على اليوتيوب وعلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصه بالوزاره، وكمان بنقيم على هامش المهرجانات الثقافيه عروض لافلام التضامن الاجتماعي، وده حصل في اكثر من مهرجان، وبنقدر ان احنا نوصل للناس من خلال يعني التعاون مع وزارات اخرى، احنا ممكن يتعرض في قصور الثقافه بالظبط او بالظبط، يعني يتعرض لو في مثلا تعاون مع وزاره الثقافه، فبالتالي الافلام دي مهمه جدا، وان الناس تشوفها تبقى يبقى لها مكان في المحافظات، اعتقد هتبقى كمان شيء مهم قوي، لانه الناس كمان كل يعني تحس كل فتره تختاروا يعني شخصيه مؤثره في بلد، في مركز، في مدينه، في محافظه، هتبقى اعتقد حاله حلوه جدا. يعني المخرج مهند دياب بشكرك شكرا جزيلا، الصوره حلوه في الفيلم، واضح انه فيلم حلو، نتمنى لكم التوفيق اذا كانت النتيجه غدا في مهرجان اوفي صندوق السينمائي اللي موجود في مدريد، ونتمنى انه النتيجه بكره تكون ان شاء الله حاجه حلوه بالنسبه للفيلم.